إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب القيم منهاج أهل السنة والجماعة في العقيدة والعمل للشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. وكان الشيخ بعد أن تكلم عن حق الرسول صلى الله عليه وسلم وحق الصحابة، ذكر طريقة أهل السنة والجماعة في حق الأولياء والأئمة، طريقة أهل السنة والجماعة في حق الأولياء والأئمة، وذكر في تحت هذا العنوان أن أمة الإسلام فيهم أولياء لله وفيهم أئمة أعطاهم الله عز وجل من الإمامة في الدين والعلم والعمل. ويشهد لهذا أن من هؤلاء من فقه في دين الله عز وجل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من يرد به الله خيرا يفقهه في الدين. ولكن النظرة للأولياء فيها غلو من بعض الناس، وفيها جفاء من بعض الناس. فهو تكلم أولا من هو، ما هي الصفات التي تكون في الولي، كيف يغلب على ظننا أن هذا ولي من أولياء الله. وهذا لا يعني الشهادة لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا لا يجزم أن فلان من البشر ولي من أولياء الله، وإنما يقال نحسبه والله حسيبه، لأنه لا يعلم بماذا ختم له، فهذه أمور غيبية. لكن يبقى أن فيه أئمة وأولياء وعلماء يجلون ويكرمون. وأما من ثبتت ولايته بالنصوص الصحيحة مثل أولي العزم من الرسل والرسل جميعاً والصحابة ونحو ذلك، فهذا مقطوع بولايته إذا جاء نص صحيح فيه. أما ما عداهم فنحن نقول، نتوقع أو نحسبهم والله حسيبهم أنهم أولياء لله. هذه النظرة المعتدلة الصحيحة التي ينظرها أهل السنة والجماعة للأولياء، فيه نظرة مغالية، وهي تجعل الأولياء بأن لهم شيء يتبركون بهم، وربما غالوا وعبدوهم من دون الله. وأيضا يرون أن الولي لا بد أن تكون له كرامات، ومعنى كرامات أشياء خارقة للعادة تحدث على يديه. فيرون أن الولي، أن الشخص الذي ليس له كرامات فهو ليس بولي. وهذه النظرة خاطئة كما وضح الشيخ هنا عليه رحمة الله، فإنه قال: أئمة هذه الشريعة الإسلامية ولله الحمد أئمة مشهورون أثنت عليهم الأمة وعرفت لهم قدرهم، ولكنها لا تعتقد فيهم العصمة. والمراد بالعصمة أنه لا يقع في خطأ. فالأئمة مهما صار لهم منزلة رفيعة كالإمام أحمد والشافعي والإمام مالك وغيرهم من أئمة الإسلام، فإن هؤلاء مهما كان عندهم من العلم فلا تدعى فيهم العصمة، لأن العصمة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقر على خطأ والعصمة له. بخلاف
يعني نظرة الصوفية ونظرة الروافض للأئمة والأولياء، فإنهم يرونهم معصومون. فالروافض يرون الأئمة الاثنى عشر معصومون كالأنبياء، والصوفية يرون أن هناك، أو بعض الصوفية يرون أن هناك أقطاب، والقطب عندهم هذا معصوم وهو يدير الكون، ونحو ذلك من الترهات التي موجودة عند بعض من انتسب للتصوف. قال: ولكنها لا تعتقد فيهم العصمة، فليس عند أهل السنة والجماعة أحد معصوم من الخطأ ولا من الإقرار على الخطأ إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه معصوم من الإقرار على الخطأ. أما غيره مهما بلغت إمامته فإنه ليس معصوم أبداً، كل يخطئ وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله تعالى بطاعته على الإطلاق، يعني بدون قيد. الرسول صلى الله عليه وسلم يطاع بدون قيد. غيره لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، سواء هذا المخلوق عالم ولا سلطان ولا حاكم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما من أمرنا بطاعته على الإطلاق فهو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يقوله حق ووحي وما ينطق عن الهوى. فهم يقولون: لا شك أن في هذه الأمة أئمة، الذين يقولون أهل السنة والجماعة، ولا شك أن فيها أولياء، ولكننا لا نريد بذلك أن نثبت العصمة لأحد من هؤلاء الأئمة، ولا أن نثبت لأحد من الأولياء أنه يعلم الغيب أو يتصرف في الكون. هذه ذكرها الشيخ لوجود الانحراف، الذين يظنون أن بعض الأولياء يعلمون الغيب أو يتصرفون في الكون ويديرون الكون، فهذا من كلام الزنادقة ومن شابههم، فلا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، إلا ما أطلع الله عليه أحدا من الخلق، ولا يتصرف في الكون مع الله أحد إلا بأمر من الله وإذن من الله عز وجل، كالملائكة الذين يأمرهم سبحانه وتعالى وينهاهم. الملائكة كما تعلمون معصومون، يعني لا يقعون في خطأ حتى ينهون، لكنهم يفعلون ما يؤمرون. نعم. أما البشر فهم الذين يؤمرون وينهون، وهذا هو التكليف العبادي. وهم لا يجعلون الولي من قال عن نفسه أنه ولي، يعني في الحقيقة الذي يدعي الولاية هذا قدح فيه، لأنه لا يعلم ذلك. اللي يقول عن نفسه أن أنا ولي فهذا قدح فيه، أو أتى بالدعايات الباطلة لأجل أن يجلب الناس إليه. يقولون إن الولي بيّنه الله تعالى بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. من الذي يقولون؟ أهل السنة، لأن هذا كلام الله عز وجل. فهم يقولون أن أولياء الله عز وجل لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم الأولياء؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم. هؤلاء الأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون، فالإيمان العقيدة، والتقوى العمل، قولاً كان أو فعلاً. وأخذ شيخ الإسلام من هذه الآية عبارة طيبة، وهي قوله: من كان مؤمناً تقياً كان لله ولياً. هذا الولي حقيقة، لا الولي الذي يجلب الناس إليه ويجمع الحاشية ويقول أنا أفعل، ويستعين بالشياطين على معرفة الخفي، ثم يبهر الناس بما يقول فيقولون هذا ولي، لأن الولاية تكون باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وبإيمانه وتقواه. فإن كان مؤمنا تقيا فهو ولي. ولذلك إذا رأيت عند أحد
شيء يمخرق على الناس أو نحو ذلك فلا تجزم أنه ولي ما لم تراه متابع للرسول صلى الله عليه وسلم. والشياطين تضل الناس، ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن بعض الذي يدعي الولاية تأتي الحمامة وتطرح نفسها أمامه وتقول يا ولي الله اذبحني وكلني، يا الحمامة تتكلم حتى يكون الذي لا علم له من الجهال يعني يعتقد فيها الولاية، وهذا من إضلال الشيطان لهم، فإن الشيطان دخل في هذه الحمامة وصار يتكلم من داخل الحمامة حتى، ولذلك هذه الشياطين تدخل في قبور الأولياء وفي غيرها وتتكلم مع الذي يتمسح بالقبر ويدعو صاحب القبر، فيظن أن هذا الذي كلمه هو من الملائكة أو نحو ذلك، وهذا من إضلال الشيطان لهم، فلا ينظر في شخص أو يظن فيه الولاية ما لم يكن متبعاً للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال لكن هؤلاء الأولياء أيضاً لا يلزم في كل ولي أن يجعل الله له كرامة، فما أكثر الأولياء الذين لا كرامة لهم، لأن الكرامة في الغالب لا تأتي إلا لنصر حق أو دفع باطل لا لتثبيت شخص بعينه، فلا يلزم إذن أن يكون لكل ولي كرامة، قد يحيى الولي ويموت وليس له كرامة. يعني بعض الناس لا يعرف الولاية إلا بالكرامة، يقول ما هي كرامات الولي هذا، هل جاءت على يديه كرامات، فيذكرون من هذه الكرامات. ولو رأيتم كتاب الشعراني الصوفي المعروف كرامات الأولياء لعجبتم من هذه الكرامات التي يذكرها عن أولياء الصوفية، بينما الصحابة رضوان الله عليهم قل أن يعرف عن أحد منهم كرامة أي خارقة للعادة، يعني في نوادر جاءت، وبعضهم يحيى ويموت وليس فيه شيء خارق للعادة، وهذا لا ينقص من قدره. قال وقد يكون له كرامات متعددة، يعني الشخص قد يحصل له كرامات متعددة وبعضهم لا يحصل له، يعني مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطاه الله بعض الكرامات، مثل لما كشف له عن موقعه في جهة العراق وكشف له موقع المعركة وأن فيه جبل عند الجيش الإسلامي لو أسندوا إلى الجبل لكان أفضل لهم، فقال يا سارية الجبل، ألقى الله الكلمة على لسانه يا سارية الجبل، وسمع قائد الجيش في العراق هذه الكلمة، ولما جاءوا صاروا يتحدثون بها، فهذه من كرامات الله عز وجل. ويعني فيه كرامات لبعض الصحابة لكن نحن لا نستعرض جميع الكرامات، لكنها قليلة قليلة بالنسبة لما يدعيه المتصوفة الذين يحسبون للواحد 20 كرامة 30 كرامة، بل لا يعرفون الولي إلا من كثرة كراماته. ثم قعد ابن عثيمين قاعدة قال وهذه الكرامات قال أهل العلم، يعني نقلها عن أهل العلم وليس هو الذي قعدها، قال أهل العلم كل كرامة لولي فإنها آية للنبي الذي اتبعه، آية يعني علامة ودلالة على نبوة النبي الذي يسير على منهجه. قال الشيخ ولا أقول معجزة، لأن الأولى أن تسمى آية، يعني يقال آيات النبوة، آيات النبي، دلائل النبوة ونحو ذلك، ولا يقال معجزات. قال لأن هذا التعبير القرآني، التعبير القرآني ما ذكر اسم معجزة وإنما ذكر آيات، والآية أبلغ من المعجزة لأن الآية معناها العلامة على صدق ما جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم،
والمعجزة قد تكون على يد مشعوذ أو على يد إنسان قوي ويفعل ما يعجز عنه غيره، لكن التعبير بالآية هو التعبير القرآني، فنسمي المعجزات بالآيات، هذا هو الصواب. قال: ويوجد أناس حسب ما نسمع في هذه الأمة يدعون أنهم أولياء، ولكن من تأمل حالهم وجد أنهم بعيدون عن الولاية، وأنه لا حظ لهم فيها، لكن لهم شياطين يعينونهم على ما يريدون، فيخدعون بذلك البسطاء من الناس. إذن لا تثبت لأحد كرامة أو لا تثبت لأحد ولاية بمجرد الخوارق التي تأتي على يديه، وإنما تنظر إلى سلوكه واتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن فقد الاتباع فهذا ليس بولي. هذا ملخص ما ذكره من طريقة أهل السنة، وأهل السنة يؤمنون بكرامات الأولياء، أنه يحصل للأولياء كرامات، لكنهم يقتصرون على ما ورد، وهذه الكرامات لا تعفيه من اتباع السنة، يعني لا بد أن يكون عابداً لله وأن يكون متبعاً لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر طريقة أهل السنة والجماعة في إصلاح المجتمع، يعني أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى الله وإصلاح المجتمعات، ما هي طريقتهم؟ فأشار إلى موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن من أعظم إصلاح المجتمعات هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا فقد الأمر بالمعروف وفقد النهي عن المنكر فإن هذا خطر على المجتمع. إذا فقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن هذا خطر على المجتمع كبير. ولهذا قال: يرى أهل السنة والجماعة أن المجتمع الإسلامي لا يكمل صلاحه إلا إذا تمشى مع ما شرعه الله سبحانه وتعالى له، ولهذا يرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمعروف كل ما عرفه الشرع وأقره، هذا هو المعروف، كل ما جاء عليه دليل من الشرع وأقره الشرع فهذا هو المعروف، والمنكر كل ما أنكره الشرع وحرفه. فهم يرون أن المجتمع الإسلامي لا يصلح إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأننا لو فقدنا هذا المقوم لحصل التفرق، كما يشير إليه قول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال: وهذا المقوم وللأسف في هذا الوقت ضاع أو كاد أن يضيع، لأنك لا تجد شخصاً يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى في المحيط القليل المحصور إلا ما ندر، وإذا ترك الناس هكذا كل إنسان يعمل ما يريد تفرق الناس، ولكن إذا تآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر صاروا أمة واحدة. فهذا الذي ذكره الشيخ تؤيده أدلة كثيرة، والشيخ أراد مجرد إشارة لأهمية إصلاح المجتمعات بالأمر والمعروف والنهي عن المنكر، وإن ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سبب لضياع الأمة وضياع المجتمعات، وأن ولذلك ندرك أن الذين تأثروا بالحرية الشخصية المعاصرة في العالم الغربي ولا يرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويرون هذا تدخلاً في الشؤون الخاصة للأفراد، أن هذه نظرة خاطئة جداً، فهي مخالفة للمنهج النبوي الصحيح. ثم وضع الشيخ ضوابط تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نحتاج أن نتفهمها.
قال: ولكن لا يلزم إذا رأيت أمرًا معروفًا أن يكون عند غيرك إلا في شيء لا مجال للاجتهاد فيه، وهو يشير بذلك إلى أنك لا تظن المعروف ما تعرفه أنت فقط، فإن المسائل أحيانًا يكون فيها اجتهاد ويكون الشخص عنده دليل، فأنت لابد أن تتأكد أنه خالف نصًا صحيحًا وصريحًا، لأن بعض الناس يتعجل وينكر ما ليس منكرًا، فهذا الذي أراد الشيخ أن ينبه عليه لئلا ينكر ما ليس منكر لقلة علمه. قال: لأنك قد ترى أن هذا من المعروف ويرى الآخر أنه ليس منه، وحينئذ يكون المرجع في ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يعني المرجع في المعروف من غيره هو إلى الكتاب والسنة، ليس لعادة المجتمعات أو لرأي الأكابر من الناس أو نحو ذلك، لا، المرجع إلى الكتاب والسنة هي التي تحدد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ولكن طريقة أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم الذي فضلت فيه هذه الأمة على غيرها أنهم يرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مقومات المجتمع الإسلامي، ولكنه يحتاج إلى أمور: أولاً أن يكون الإنسان عالماً بالحكم بحيث يعرف أن هذا معروف وأن هذا منكر، أما أن يأتي عن جهل ثم يأمر بشيء يراه معروفاً في ظنه وهو ليس بمعروف، فهذا قد يكون ضره أكبر من نفعه. لذلك لو فرضنا شخصاً تربى في مجتمع يرون أن هذه البدعة معروف، ثم يأتي إلى مجتمع جديد غيره يجدهم لا يفعلونها، فيقوم وينكر عليهم عدم الفعل ويأمرهم بها، فهذا خطأ، فلا تأمر بشيء إلا حيث تعرف أنه معروف في الشريعة، ليس بظنك أو عقيدتك وما نشأت عنه، فلا بد من معرفة الحكم وأن هذا معروف حتى تأمر به. وكذلك المنكر، يعني مثلا شخص عاش في بلد يحتفلون بالمولد النبوي ويظن هذا من أفضل المعروف، فيأتي إلى مجتمع لا يحتفلون فيأمرهم بالاحتفال ويظن أنه يحسن صنعه، وليس الأمر كذلك. المرد في المعروف والمنكر إنما يكون للكتاب والسنة، وليس بما تعود عليه الناس أو تعود عليه المجتمع أو نحو ذلك. ثانياً، لا بد أن تعلم أن المعروف لم يفعل، لأن بعض الناس قد يتعجل ويأتي إلى قوم قد صلوا وهو يظن أنهم ما صلوا فيتكلم عليهم وهم قد فعلوا الأمر بالمعروف. قال: لا بد أن تعلم أن المعروف لم يفعل وأن هذا المنكر قد فعل، وكم من إنسان أمر شخصاً بمعروف فإذا هو فاعله، فيكون في هذا الأمر عبئاً على غيره، وربما يضع ذلك من قدره بين الناس. وإذا رأينا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا أن هذه طريقته، دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وجلس، فقال صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ فالشيخ يأخذ من هذا أنه أول شيء سأله: هل فعلت ولا ما فعلت؟ حتى يتأكد أنه لم يفعل. قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. فهذا أخذ منه الشيخ دلالة على التثبت عندما تريد أن تأمر بالمعروف أو تنهى عن المنكر. صلاة الركعتين لداخل المسجد من المعروف ولا شك، ولكن صلى الله عليه وسلم ما أمره به مباشرة حتى علم أنه لم يفعله، فأنت قد تأمر هذا الرجل أن يفعل شيئاً وإذا هو قد فعله، فتنسب إلى التعجل وعدم التريث وتحط من قدرك، ولكن اسأل وتحقق، إذا لم يفعل حينئذ تأمر به. وكذلك أيضاً بالنسبة للمعاصي،
فبعض الناس قد ينهى شخصاً عما يراه منكراً وليس بمنكر. مثال ذلك: رأيت رجلاً يصلي الفريضة وهو جالس، فنهيته بأن ليس له حقاً يصلي وهو جالس، فهذا غير صحيح. لكن اسأل أولاً لماذا جلس، قد يكون له عذر في جلوسه وأنت لا تعلم. حينئذ الحكم الشرعي، وأنت لا تعلم حينئذ الحكم الشرعي، وأن تعرف الحالة التي عليها المأمور والمنهي حتى تكون على بصيرة من أمرك. ثالثاً: أن لا يترتب على فعل المعروف ما هو منكر أعظم مفسدة من منفعة المعروف، فإن درء المفسدة أولى من جلب المصالح. وهذه قاعدة مهمة، لكن بعض من الناس يخطي فيها. القاعدة هي درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة، لكن هذه القاعدة لها تفصيل، لأن بعض الناس قد يترك معروفاً كبيراً لأدنى مفسدة صغيرة جداً. ولهذا الشيخ هنا شرح هذه المسألة وقال: وهذه الكلمة المعروفة هي القاعدة التي دل عليها القرآن، ليست أيضاً على إطلاقها، أي إنه ليست مفسدة درؤها أولى من جلب مصلحة، بل إذا تكافأت مع المصلحة. إذا تكافأت يعني كانت المفسدة كبيرة والمصلحة كبيرة، فعند ذلك تدرأ المفسدة إذا تساوت معها، أو كانت أعظم فعندها. لكن لو كانت المفسدة صغيرة والمصلحة أعظم من ذلك فلا تقدم المصلحة على درء المفسدة. قال: فدرء المفسدة أولى، وإذا كانت أعظم من المصلحة فدرء المفسدة أولى. والله سبحانه وتعالى قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فسب آلهة المشركين كل يعلم أنه مصلحة وأن فيه خيرا، لكن إذا تضمنت هذه المصلحة ما هو أنكر، وأنكر من باب التفاضل الذي ليس فيه الطرف الآخر من شيء، إذا تضمن مفسدة عظيمة فإنها تترك. لأننا إذا سببنا آلهتهم ونحن نسبها بحق، سبوا الله عدوا بغير علم. فهذه نقطة ينبغي أن نتفطن لها عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي قاعدة عظيمة جليلة، لها ارتباط بالجهاد، لها ارتباط بتغيير المنكر إلى غير ذلك. لأنك قد تهدم صنماً في بلد من بلاد الكفار، فيه صنم فتهدمه، وفيه عندهم مسلمون فيهدمون جميع المساجد ويقتلون خلق كثير من المسلمين ويجددون الصنم مرة ثانية. فلا بد أن تحسب هذا الحساب. قد يأتي شخص مثلاً في الهند عند عباد القبور فيذبح البقرة، فيذبحون 20,000 من المسلمين. فلا بد أن يكون عند الشخص فقه في إزالة المنكر، متى يزيله وماذا يترتب عليه. قال: أما إذا كانت المفسدة تنغمر في جانب المصلحة فإننا نفضل المصلحة ولا يهمنا. يعني إذا كانت المفسدة مثلاً خاصة والمصلحة عامة كبيرة فلا يهمنا. وقال: هذا عليه شيء من أحكام الله الشرعية، يعني من سنن الله في الكون وفي الأحكام الشرعية، أن بعض المصالح العظيمة الشاملة يأتي فيها مفسدة لبعض الناس، لكن ما تتحقق هذه المصلحة إلا بأن يكون هذه المفسدة تصيب بعض الناس. وضرب مثالاً على ذلك، قال: هذا المطر الذي ينزل وفيه مصلحة عامة لكن فيه ضرر على إنسان بنى سقفه الآن وجاء المطر فأفسده. يعني واحد من الناس جعل سقف البيت صنعه حديثاً، يعني الماء يفسده، وجاء مطر عظيم على البلد وكبير ومفيد للناس
وتضرر شخص واحد فهذه منغمرة، يعني المنفعة العظيمة الكبيرة، وهذا في سنن الله الكونية. فإذا كانت المفسدة منغمرة في المصلحة الكبيرة فلا يلتفت لهذه المفسدة، يعني ليس لأدنى مفسدة نترك المفسدة المصلحة العظيمة. ومثال ذلك مثلا في الجهاد، فإنك إذا جاهدت الكفار لا بد أن يموت بعض المسلمين، لا بد أن يقتل من بعض خيار الناس. يعني موقعة بدر وهي من أعظم المعارك ونصر الله فيها المسلمين، لكن نصرهم بدون شيء، بدون تضحية، استشهد 14 في بدر. فأي معركة لا بد يكون فيها تضحيات، لكن هل تترك الجهاد في سبيل الله حتى لا يموت 5، 6، 7، 10؟ لا، ما تتركه، لأن هذه ليست أولاً مفسدة، كأن هؤلاء شهداء أحيان عند ربهم يرزقون، لكن أي تضحيات تأتيك فتنظر إلى النتيجة المقابلة لها، ما هي، ما هي النتيجة المقابلة لهذه. وهكذا أيضاً الأحكام الشرعية كالأحكام الكونية، وهذا أمر ينبغي التنبه له، وهو أننا قد لا يكون من المصلحة أن ننهى عن هذا المنكر لأنه يتضمن مفسدة أكبر، ولكننا نتريث حتى تتم الأمور. ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية بالتدرج في التشريع حتى يقبلها الناس شيئا فشيئا. وهكذا المنكر لا بد أن نأخذ الناس فيه بالمعالجة حتى يتم الأمر، وهي يقصد التدرج بالتشريع في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وليس في زمننا، فإن الشريعة قد كملت ونحن مطالبون بما نستطيع. يعني بعض من الناس الآن قد يفهم هذا التدرج ويأتي يقول يترك رأس الأمر الذي هو التوحيد، ويبدأ يقول ندربهم على الأخلاق ولا نتكلم معهم بالتوحيد البتة، ويظن هذا من التدرج في الشريعة، وهذا عكس الشريعة، فإن الشريعة بدأت بالتوحيد مع قلة الداعين وضعفهم. فليس معنى التدرج الذي يفعله بعض أصحاب المصالح السياسية الآن ويقولون نتدرج في الشريعة ويعكسون الأمر، فيبدون بالأخلاق أو حتى بناء مدارس لتحفيظ القرآن أو ويحببون الناس في الإسلام بطريقة محددة، ويترك رأس الأمر الذي هو التوحيد، وتمضي عليه مئات السنين وهو ما وصل التوحيد، ويقول أنا أتدرج ناوي أصل التوحيد، متى تصل؟ فتموت أجيال بعد أجيال وهو لم يصل التوحيد بعد. فهذا انحراف في فهم التدرج. التدرج هو جاء في شريعة الله عز وجل لما نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم، وانتهى التدرج، كملت الشريعة وانتهى الدين الحمد لله. ما تستطيع تفعل، وما لم تستطع فيعذرك الله عز وجل فيه. نعم. قال: وهذه الأمور الثلاثة، العلم بالحكم، العلم بالحال، ألا يترتب على فعل المعروف منكرا أعظم مفسدة. انتبهوا لهذه الثلاثة اللي لخبطت. العلم بالحكم يعني ما تأمر ولا تنهى إلا وأنت تعلم الحكم، أن تعلم الحال، حال الشخص، هل فعل، ما فعل، هل له عذر، ما له عذر. المسألة الثالثة أن لا يترتب منكر أعظم على المنكر الذي تنكره. ثم انتقل الشيخ إلى آخر شيء في الكتاب، ولعلنا ننهي الدورة هذه الليلة لأن الذي بقي علينا صفحة واحدة، فننتهي من هذه الدورة في هذا الكتاب المختصر القيم في هذه الليلة. فهو ذكر سابعاً قول أهل السنة والجماعة في الإيمان، وذكر أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، ويستدلون لقولهم هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله،
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن هذا الحديث وهو حديث صحيح، فهو ذكر عن الإيمان، عن الإيمان قول لا إله إلا الله، هذا قول اللسان، وذكر إماطة الأذى عن الطريق، وهذا من شعب الإيمان، وهو عمل بالجوارح، وذكر الحياء وهو في القلب شعبة من الإيمان. فكان شعب الإيمان جمعت قول اللسان وعمل الجوارح وعمل القلب، وهذه الشعب متفاوتة، هذه الشعب متفاوتة، يعني بعضها شعب كبيرة وعظيمة مثل أركان الإسلام وأركان الإيمان ونحو ذلك، وبعضها دون ذلك، لكن كلها داخلة في مسمى الإيمان. قال: فالقول قول لا إله إلا الله، وعمل الجوارح وعمل القلب الحياء وإماطة الأذى عن الطريق. أما عقيدة القلب فقوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهم أيضا يقولون إن الإيمان يزيد وينقص، يعني إذا رأيت الرجل يقول الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح ويزيد وينقص، فقد قال بقول أهل السنة، قال يزيد وينقص، لأن الزيادة مذكورة في القرآن، فالقرآن قد دل على زيادته، والضرورة العقلية تقتضي أن كل ما ثبت أنه يزيد فهو ينقص، إذ لا تعقل الزيادة بدون نقص. ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، فهذه الزيادة مذكورة في القرآن ولا شك في ذلك. ومتى قلنا إن الإيمان قول وعمل؟ فإنه لا شك أن الأقوال تختلف، فليس من قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر مرة كمن قالها أكثر، وكذلك أيضا لقوله، وكذلك نقول إن الإيمان الذي هو عقيدة القلب يختلف قوة وضعفا، وقد قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهذا طلب زيادة في الإيمان، وهو مؤمن لكن طلب زيادة في الإيمان. فإنه ليس الخبر كالمعاينة والمشاهدة، وهذا يعني يجده الإنسان بالأخبار لما تأتيه، قال رجل أخبر بخبر، أخبره رجل واحد حصل عنده شيء من هذا الخبر، فإذا جاء ثاني ازداد قوة فيه، فإذا جاء ثالث ازداد قوة فيه. فكذلك يعني يزداد التصديق، بخلاف الذين يقولون إيماننا كإيمان الملائكة، أو يقولون التصديق لا يقبل النقص فنقصه كفر أو نحو ذلك، هذا كلام الواقع يخالفه، فإن قبول الخبر يتدرج ويزيد اليقين به ونحو ذلك. قال: وعليه نقول الإيمان يزيد وينقص حتى في عقيدة القلب، حتى في عقيدة القلب، يعني رجل يتدبر القرآن ويقف عليه ويقرأ، هذا يزداد عنده عقيدة القلب، يزداد عنده اليقين، يزداد عنده الإنابة، يزداد عنده الخشية، التوكل على الله عز وجل. وهذا أمر يعلمه كل إنسان من نفسه، وأما من أنكر زيادته ونقصانه فإنه مخالف للشرع والواقع، فهو يزيد وينقص. وبهذا نكون قد أكملنا هذا الكتاب القيم المختصر، نسأل الله عز وجل أن يغفر للشيخ محمد بن عثيمين عليه رحمة الله، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن ينفعنا بما سمعنا،
وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.